شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري مع وفد من وزارة الخارجية في الاحتفال الإقليمي بيوم النيل بالعاصمة التنزانية دار السلام. وأكد الوزير حرص مصر على التعاون مع كافة دول حوض النيل وأهمية هذا التعاون من أجل مستقبل أفضل لأبناء شعوب النيل، كما دعا لوضع الخلافات جانبا ومحاولة الوصول لأرضية مشتركة بين الجميع.